وفعلا اترسب الانبا زخارياس. ووقت الرسامة حصل انه عندما هم الاب البطرك ووضع يده على راس زخارياس سطع نور من الكنيسة وظهر وشه كنجم منور. السلام ليك انبا زخارياس. بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الله واحد امين. سلام ونعمة لكل مشاهدين قناة سيشير في كل مكان. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يا رب حضراتكم كلكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم على قديس مهمش في الكنيسة الأرثوذكسية وهو الأنبا زخارياس أسقف سخا. مدينة سخا تقع في محافظة كفر الشيخ، وتباركت أرض سخا بقدوم العائلة المقدسة ليها، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مدينة سخا موجودة حاليا، وكانت من أهم المحطات اللي مرت بيها العائلة المقدسة. أما بالنسبة للأنبا زخارياس هو ابن كاتب اسمه يوحنا، وأبوه يوحنا ساب وظيفته واترسم كاهن، وربى ابنه زخارياس وعلمه العلوم الأدبية والدينية، ولما كبر عينه الوزير كاتب بديوانه. بعد كده اتفق مع صديقه إبلاطس وكان والي على سخا، اتفقوا ان هم يسيبوا عملهم ويروحوا البرية وكمان يترهبنوا هناك. وفي الوقت ده كان في راهب من دير القديس سحنس القصير موجود، وقرروا ان هم يروحوا معاه للدير، ولكن لما عرف الوالي منحهم. وبعد كده بايام قليله راى الاثنين رؤيا وسمعوا صوت بيقول لهم ليه ما كملتوش النذر اللي قررتوه مع ربنا. وبعد الرؤيا اللي شافوها قرروا وصمموا ان هم يخرجوا في السر للبريه وما كانوش يعرفوا الطريق. مره واحده ظهر ليهم راهب علشان ياخدهم ويعرفهم الطريق للدير، وهنا فعلا اتأكدوا ان ربنا معاهم ومش بيسيبهم. وهنا حابب اقول لكم ان اوعوا تشيلوا هم الايام، خلي ربنا دايما هو اللي يقودكم. ولما عرف اصحابهم راحوا للوالي وقالوا له، واخدوا من الوالي مرسوم علشان ينجحهم تاني من الدير. فربنا اتدخل بدد مشورتهم. اما زخارياس وصديقه فلبسوا ثوب الرهبنة واجتهدوا في العبادة والصوم والصلاة، وكان نصيبهم كويس جدا انهم كانوا معاصرين للقديس العظيم الانبا ابراهام والقديس العظيم الانبا جورجي اللي كانوا مرشدين روحيين ليهم. لما تنيح اسقف سخا كتب الشعب للبطرك ان هم عايزين يرسموا القديس زخارياس ويكون ليهم اسقف. وفعلا اترسب الانبا زخارياس. ووقت الرسامة حصل انه عندما هم الاب البطرك بوضع يده على راس زخارياس سطع نور من الكنيسة وظهر وشه كنجم منور. السلام ليك انبا زخارياس. ولما حضر الانبا زخارياس لكرسيه بفرح فرح الشعب جدا بيه، وخرج للقائه بمنتهى الاجلال فنورت الكنيسة بالقديس زخارياس. كان الانبا زخارياس فصيحا ممتلئا من النعمة، فوضع مقالات كثيرة ومواعظ وميامر، وأقام على كرسيه 30 سنة ثم تنيح بسلام، والكنيسة بتعيد له في يوم 21 من أمشير. بركة هذا القديس العظيم تكون معي ومعكم، واسكونا في صلواتكم سيرة شفيع. وما ننساش نشير السيرة دي.